إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا ربكم سبحانه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن فوزكم وفلاحكم في الدنيا والأخرى إنما هو بتحقيق التقوى. قال سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، في هذا المقام نقف بعض الوقفات مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية يا عباد الله ذكرها الله تعالى في سورة هود، وقد ذكر الله عز وجل قصصا لأمم تعاملوا مع أنبيائهم بالظلم والبغي، وقبل ذلك بالتنكر لدعوتهم والكفر. فماذا كان أيها الناس؟ كانت النهاية هي الهلاك والدمار، والأمر كما قال الله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لما جاء أمر ربك أي بهلاكهم وزوالهم، لم تنفع عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. ثم قال الله بعدها مبينا سنته جل وعلا في هلاك الظالمين وإزالتهم: نعم، قد يحصل لهم شيء في الدنيا، وقد يتمكنوا ويصدر منهم ما يصدر من البغي والتعدي وغير ذلك من ألوان الشر والفساد، ولكن سنة الله تابا أن يبقى الظالم بدون عقوبة في الدنيا، وإن لم يحصل مثل هذا فالأمر في الآخرة أعظم وأكبر. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله، الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا كان هذا التحذير من الله في الركون للظالمين والميل للظالمين، وأن من مال إليهم وأن من أحبهم وجعل في قلبه المودة لهم، وأن من داهنهم وجاملهم أو تنازل عن دينه إرضاء لهم معرض لعذاب الله، فكيف بالظالم أيها الناس؟ فكيف بالظالم؟ الله يقول: ولا تركنوا، ومعنى قوله ولا تركنوا أي لا تميلوا،
لا تميلوا، والركون هو الميل بالمودة والمحبة بالقلب. ولذلك قال بعضهم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تداهنوا. ثم قال ربنا جل وعلا: فتمسكم النار، أي فتصيبكم النار. ولذلك إن المسلم ينبغي عليه أن يتأمل آيات القرآن، وأن ينظر ما هو المطلوب الذي ينبغي عليه أن يسير عليه. نعم يا عباد الله، إن من تأمل هذه الآية علم حرمة الموالاة للظالمين، وحرمة الركن للظالمين، وأن هذا الأمر وللأسف الشديد من أسباب الضعف والهوان والخذلان وتأخر النصر من رب العالمين. يا عباد الله، ما الذي يجعل بعض الناس سواء كانوا من دول أو أمم أو ملأ أو كبار يحصل منهم الركون، إما إلى مشركين ملحدين أو إلى زنادق منافقين أو إلى يهود ونصارى من أهل الكتاب ممن غيروا الكتب وعلى رأسها التوراة والإنجيل؟ ما الذي يجعلهم أيها الناس يميلون لهؤلاء ويتنازلون لهؤلاء إلا ضعف الدين والإيمان؟ ولذلك وللأسف الشديد في زماننا هذا وفي وقتنا هذا قد حصل من الذل والضعف عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله، وكأن الواحد منهم يرى أن الضر أو النفع أو الخير الدنيوي أو غير ذلك ما يأتي إلا من هؤلاء. أيها المسلم، الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله في آية أخرى بخير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. فالخير من الله، والضر والنفع بيد الله، فلا يملك المخلوق أن يجلب لك نفعا إلا بإذن الله، ولا يجلب أن يدفع عنك ضرا إلا أن قدر الله ذلك له وجعله سببا. أما أن يظن الشخص أن النصر أو الرفعة أو العلو يأتي من الخضوع والركون لمن حارب الله، لمن عاد الله، لمن صد عن التوحيد والسنة، أو نسيت أيها المسلم ما قاله ربنا جل وعلا في كتابه وهو يبين أن الذلة والهان تلحق من حاد الله ورسوله، فيقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولذلك ربنا يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنصر منه سبحانه جل وعلا. إن نصرك، من هذا الذي يستطيع أن يغلبك؟ وإن خذلت منه، فمن هذا الذي ينصرك؟ ثم يأتي من يعلق قلبه بالمخلوق البشري ويرى أن الضر والنفع بيده، فقد يتنازل عن دينه، وربما وللأسف الشديد ننتظر منهم القوانين والنظريات والحلول لحياتنا وحكوماتنا وشعوبنا، فتصدر منهم قوانين يمنة ويسرى: المادة الفلانية من الجامعة الفلانية، المادة الفلانية من هيئة كذا وكذا، فلان صدر في حقه قانون، فلان صدر في حقه كذا، فلان فلان فلان. ويبقى المسلمون يرضخون للمواد والقوانين وهم في هذا متغافلون أو غافلون عن الخضوع لشريعتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. يا عباد الله، إن الله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي الكفار، أي يصرفونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إذن لاتخذوك خليلا، أي لو صرفوك، لو تنازلت لاتخذوك خليلا حبيبا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ونبينا معصوم عليه الصلاة والسلام
وربنا يخبر عن هذا الحال وهو في هذا الأمر دعوة لأمته، دعوة للمسلمين، دعوة لأهل التوحيد. الله يقول جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن أي لو ركنت إليهم شيئا قليلا وملت إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، يخذل من سعى في إرضاء المخلوق البشري، من سعى في إرضاء الكفار على حساب دينه لن يرضوا عنه. فالله قد قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله وهو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظروا يا عباد الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ما لكم من دون الله من أولياء أي أعوان ينقذونكم من عذاب الله أو يدفعون عنكم عذاب الله ثم لا تنصرون أي لا تمنعون من عذاب الله. سيخذل ويخلى بينه وبين عدوه. ولذلك كم من أناس وضعوا أيديهم في أيدي الأعداء، إما من الكفار والمشركين أو المنافقين الزنادقة أو غير ذلك يا عباد الله، فسار يتبجح ويفتخر بإلحاده أو كفره أو شركه أو بتشبه بهم ويتنكر بعقيدته وإسلامه ودينه، وإذا بالأمر ينقلب عليه وإذا به يسير مسخوطا عليه على يد عدوه الذي أرضاه. ومن أرضى الله ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه النفية، فيعيش في ذل وهوان بعد أن كان في رفعة وعزة في الإيمان بالإيمان. والله قد قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمنا، إن كنت مصدقا، إن كان عندك من الإيمان والتقوى ما عندك لا تضعف لا تذل، لا ترضى بأن تكون مداهنا للأعداء متنازلا لهم، لا ترضى أن تكون متشبها بهم متبجحا بهم. وللأسف الشديد كم وجد من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا على مستوى الإعلام والشبكات والنت يتبجح بأنه صار كافرا، أنه صار ملحدا، بأنه صار كذا وكذا إلى غير ذلك. انظروا إلى هذا الخذلان وإلى هذه الخسارة العظيمة التي حلت بهذا الإنسان. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول ربنا تبارك وتعالى محذراً أهل الإيمان من أن يتخذوا بطانات، من أن يتخذوا بطانات، وهذا التحذير يكون لولاة الأمر، يكون لمن بيده مقاليد الأمور وغير ذلك أكثر من غيرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي لا يقصرون في إلحاق الضرر والإفساد فيكم، لا يألونكم خبالهم بطانة، هو وزير، هو صاحب منصب بجوار فلان وبجوار فلان، ومع ذلك مهمته وقد كلف من الأعداء أن يلحق الفساد والضرر بأهل الإسلام، يسعى لتمزيقهم وتشتيتهم وزرع العداوة والبغضاء فيهم. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا إلحاق الضرر والمشقة فيكم، قد بدت الأغضب من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيا عباد الله، يا معاشر المسلمين، أين عقولنا؟ أين نحن ونحن نرى بأم أعيننا ما الذي يجري وما الذي جرى ممن رضي لنفسه بالركون لليهود والنصارى وموالاتهم إلا الضعف والذل والهوان؟ أيها المسلمون، يوم حصل الضعف عند المسلمين، هل حقنت دماؤهم؟ هل صينت أموالهم؟
هل حفظت أعراضهم يوما رضي أيها المسلمون بالركون إلى أفكارهم ونظرياتهم وقوانينهم وصرنا نحكمها في كثير من أمور حياتنا؟ هل رضوا عنا وكفوا عنا؟ لا والله، لا والله، الحاصل هو العكس. ولكن للأسف يا ليت قومي يعلمون. ترى الأعداء، أعداء الله عز وجل، ينفخون من كان ذنبا لهم، ينفخون من يحقق مآربهم ويسعى في تحقيق أهدافهم، يمكنون هنا وهناك في كثير من الدول العربية والإسلامية كما هو الحاصل اليوم. فصارت الصولة والجولة للأهواء والبدع والضلالات، حتى صار يوجد من يحارب الإسلام باسم الإسلام والإيمان باسم الإيمان وغير ذلكم، بل وقد يتشدق وينادي ليلا ونهارا باسم القرآن وهو من أبعد الناس عن السنة والإيمان والتوحيد. فيا عباد الله، وهو مرضي، ولكن اعلموا أن طريقة النفاق، أن طريقة النفاق ومبدأ النفاق أمر قد ذكره الله في القرآن كثيرا، ولست في صدد بيانه وتوضيحه إلا من باب الإشارة لتعلموا أيها الناس أن هذا الصنف من أضر الناس على المسلمين، لأنهم يظهرون عكس ما يبطنون. ألم يقل ربنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يظهرون بمظهر المصلح، يظهرون بمظهر المصلح، وحقيقة الأمر هو الإفساد ونشر الشر والتثبيط عن الإيمان والصد عن الخير والدعوة. إنما العكس هو الحاصل الذي نجده هنا وهناك من قهر الناس وجبر الناس وإتعاب الناس وظلم الناس وحمل الناس على عقائد فاسدة وأهواء مضلة وغير ذلك مما يحصل أيها المسلمون، وكله باسم الإصلاح والصلاح. نعم، لنفهم أيها المسلمون الوضع الذي نعيشه، لنعلم أن المرجع لنا والعلاج لنا والحل لنا أن نرجع إلى الله. إن أردنا العزة فهي من الله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. من أراد أن ينقذ نفسه من الذل والهوان والركون الأعداء فليجعل ميله إلى ربه وخضوعه لدينه وكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، ألم يقل ربنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ ألم يقل ربنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ أما إذا لم نخلق قلوبنا وعقولنا وسلوكنا من بين يدي الأعداء فسنبقى العوبة بأيديهم، تارة يصفقون لهذا وتارة يقتلون هذا، تارة يذبحون هذا وتارة يشيعون جنازته بعد ذبحه، وتارة 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 وتارة. أيها المسلمون، متى نستيقظ من غفلتنا؟ متى نستيقظ مما نحن فيه؟ ولن نستيقظ ولن ننتبه كما سمعتم إلا إذا عدنا العودة الصادقة وتبنا إلى الله التوبة النصوح التي أمر الله بها، فهذا هو الدواء والعلاج والسبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم ظلم اليهود، اللهم ارفع عنهم ظلم اليهود، اللهم انصرهم يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود المجرمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.